بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مثال. المرة دي هنخش في الاي او او اللي هو الانبوت والاوتبوت بتاعت الفايلز. working with files، ازاي نتعامل مع الفايلز. طبعا الفايلز كلها اساسا بالفانكشنز بتاعتها بكله جاية من الجافا ذات نفسها، يعني بنستخدمها من الجافا. فانا مش هخش في تفاصيل كتير قوي في الفايلز عشان اعرفك بس الطريق بتاعها، وكده كده هنلاقي لها موجوده في اكتر من مكان. ممكن يعني دي حاجات اساسيه قوي في الفايلز الخاصه بالجافا فنقدر نستدعيها. يعني لما تيجي هنا تعرف فايل، عرفت var فايل بيساوي فايل، قال لازم تعمل امبورت، قلت له امبورت، قال لي ما فيش غير جافا دوت اي او، خلاص انت تبدا تعمل فايل. المهم اديته الباس بتاعه، الباس نيم فايل 1 دوت تي اكس تي. طبعا كده معناها هياخد الباس الرئيسي بتاع الايه الفايل اللي احنا بنبرمجه دلوقتي، فهيرمي على المسار بتاع الفولدر الرئيسي بتاعه. ممكن كنت اديله المسار كامل يعني على السي جوه فولدر كذا او على الدي جوه فولدر كذا. عملت فاريبل ثاني سميته از كرييتد عشان اعرف الفايل اتكريت ولا لا، يعني رجع لي ترو او فولس. قلت له فايل دوت كرييت نيو فايل، الفانكشن بتاع كرييت نيو فايل دي تتنفذ وبترتيرن ترو لو هو كاريت الفايل، وبترتيرن فولس لو ما قدرش كاريت الفايل. وكده كده هي اللي بتكريت اصلا الفايل لو كان موجود، لو كان مش موجود ما بتكريتوش خلاص. فا if ان is created هقول له فايل is created successfully مثلا، else هقول له الفايل ايه يعني كان متكرر قبل كده. يبقى كل الفكره كلها انا اول مره استخدم الكلاس اللي اسمه فايل، اديته المسار. ممكن طبعا فايل 1.txt ممكن اخليه .data مش عارف اي حاجه يعني. وفايل دوت كرييت نيو فايل، الفانكشن دي هي اللي بتكريت الفايل لو كان مش موجود، وبيترجع لي ترو او فولس. فقلت له لو ترو هيقول لي فايل كريت سكسسفول، لو مش ترو هيقول لي الفايل اوريدي اكزيست. فقال لي الفايل از كرييتد سكسسفول. هعمل كليك يمين كده واقول له على الفايلز واقول له خليه يفتح لي في الاكسبلورر. دخلني جوه الاس ار سي جوه الكوتلين، لقيت ان الفايل 1 قبليه في الفولدر قبليه، لقيت الفايل 1 اتعمل بس الفايل فاضي. تمام فايل فاضي. لو جيت رنيت تاني هيقول لي الفايل ايه اوريدي اكزيست، مظبوط الفايل ده موجود. ارن التالت الفايل موجود خلاص هو ما بيكردوش تاني. طب الفايل ايه؟ طالما الفايل موجود. طب لو انا حذفته عملت له ديليت ورجعت رنيت تاني هيقول لي الفايل بقى عملته لك، لو رنيت تاني هيقول لي الفايل موجود مش هقدر ايه اعمله تاني، وهكذا.